ستكسر. أما الآن فمع كلمة التنسيق الفصائلي وفصائل العمل الوطني يلقيها الأخ محمد بن عودي. أسعد الله مساءكم جميعا. بداية نترحم على شهيدنا البطل الأسير البطل إحسان سواتي، ونبعث تعازينا الحارة إلى أهلنا في بيت لحم بعزاؤنا بأسيرنا البطل إحسان سواتي. دولة تموت ستملأ الوادي سنابل. جماهير شعبنا في طمون السهداء، جماهير شعبنا في طمون الصمود على امتداد أرض فلسطين، كل فلسطين. يا من وضعتم حب الوطن وحب بلادكم، يا من قدمتم ولازلتم تقدمون كوافل الشهداء الذين تطمح ترى الوطن الحبيب بعطر دمهم المفرح. ما صوت يعلو فوق صوت الأسود الستة، تلك الأسود التي وقفت وركعت شامخة بأيدي حتالة البشر. بني صهيون، إخوة النضال، إخوة النضال والثورة، إننا في لجنة التنسيق الفصائلي في طمون ونادي الأسير وتأهيل الأسرى وكل المؤسسات، وفي ظل الهجمة المسعورة التي يتعرض لها أسرانا المدربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأخ الأسير البطل الفشوش والأسير ابن طمون الشموخ، رأيك بشارات، رأيك بشارات مقطورة اليدين، ويواجه عدة أمراض، ويواجه هذا الاحتلال هو الأسرى بأمعائهم الخاوية. إن والتي تتمثل بأبشع صور القهر والتعذيب، ونؤكد لكم ديمومة الاستمرار في استمرار العمل الجماهيري والمقاومة على كافة الأصعدة وكل ما تطاله أيدينا، نصرة وتلاحما مع أسرار المواسل في معركتهم ضد السجان الغاشم. فمع كلمة الشيخ خضر عدنان فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عز من قائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أهلنا في محافظة دوباس البطلة، يا أهلنا في طمون الشهداء والأسرى الأبطال، يا أهلنا يمن عرفناكم بشهدائكم وأسراكم الميامين. جئناكم اليوم بوجع، بألم داخل سجون الاحتلال، فقدا لكل فلسطين، بفقد قمر من أقمار الحرية والعزة والكرامة. إنه الأخ المناضل شهيد الحركة الأسيرة الفلسطينية حسين المسالمي،
عليه الرحمات والرضوان. سلام عليك سيدي حسين وعلى أهلك وربعك في خليل الرحمن وبيت لحم، وأنت تتحرك مناضلا قبل الاعتقال. سلام عليكم وأنتم تحتشدون في هذه الأثناء للأخ الحبيب والقائد المجاهد رايق بشيرات، رايق القائد في سرايا القدس، رايق المجاهد الذي كان يعد العبوات لمواجهة هذا الاحتلال. فقدت زوجه شهيدا وفقد يديه الثنتين في سبيله تعالى، فكان مبتور اليدين جريحا واليوم أسيرا. سلام عليك سيدي رايق، سلام عليك سيدي كايد الفسفوس وأخي الحبيب المهندس الإنسان علاء الأرج والمجاهد مقداد القواسمي والرفيق شادي أبو أكر والمجاهد هشام أبو هواش. سلام عليكم ستة من أبناء شعبنا يخوضون معركة الحرية والكرامة، وكان من قبلهم ستة أيضا، ويبدو أننا محظوظون وموفقون بهذا الرقم، رقم ستة للحرية والعزة والكرامة. فكان ستة نفر نفروا في سبيله تعالى في نفق ونسميه كما أطلق عليه قبل قليل القائد الرباني ومهندس هذه العملية، عملية انتزاع الحرية، الأخ المجاهد محمود العارضة الذي أطلق عليه وصاحب نفق الطريق إلى القدس. نعم إنه طريق العبور إلى القدس. سلام عليك قائدنا الحبيب محمود العارضة، سلام عليك حبيبنا محمد العارضة، سلام عليك حبيبنا يا حبيبنا يا يعقوب الغوادري، ويا حبيبنا يا زكريا الزبيدي، ويا حبيبنا يا أيهم، ويا حبيبنا يا مناضل انفعات. سلام عليكم يا قادتنا، يا تيجانا فوق رؤوسنا، يا أقمارا بزغ نور الحرية من جبينها وفي أول الصعود من هذا النفق صعودا نحو الطريق للقدس. هناك اليوم أيها الأحباب، وكما تناهى لمسامعنا وأخبار من داخل الحركة الأسيرة الفلسطينية 80 أسيرا من إخوتكم في حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون خرجوا إلى فرات السجن وإلى ساحات السجن في سجن النقب الصحراوي وأخرجوا أغراضهم في خطوة جديدة يفاجئون فيها العدو في خطوات دراماتيكية ومتسارعة لكسر هذا الاحتلال الذي أراد الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وجعلها مع إخوتها داخل الأسر من باقي ومكونات الحركة الأسيرة الفلسطينية هدفا لصلفه واعتداءاته وضربه وسحله وقمعه. لكن تخرج الرسالة واضحة من القائد المجاهد، القائد الوطني الكبير زيد بسيسي، قائد الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون وصحبه المعزلون فراس صوافط من هذه المحافظة التي أدعو فيها كل النخب لزيارة ذويه ولتنظيم الاعتصامات قرب ذويه ولثابت المرداوي معزولا وعبد الله العارضة القائد المجاهد معزولا وعبد عبيد وتميم سالم وأنس جرادات أعلى أحكام المجاهدين داخل سجون الاحتلال بقرابة 32 مؤبل ومهند الشيخ إبراهيم وحسام عابد ثلة مؤمنة مجاهدة أخذت على عاتقها كسر السجان مع رفاق الدربي وإخوة النضال.